هي قبل. عاد من ثلوج الدولة الإسكندنافية لمحبوبته الأولى الثقافة العربية، مجموعة جديدة من 1001. للباحثات عن المظهر العصري اخترنا لكم مجموعة مميزة من الإكسسوارات، وللمرة الأولى محل عرض العباية يجول في الشوارع. سر الأناقة وسحر العباية، معي أنا دينا أنشرة، مرحبا بكم. عشقه للتراث العربي وكل ما جاء من الشرق كان سر انتقاله من السويد واستقراره في دبي، ومن الفستان إلى العباءة الأنيقة جدا، وسر نجاح المصمم السويدي آدم واللي هو من أصل سوري، نتعرف عليه طبعا من خلال أول مرة من عباية. هو سوري الأصل، سويدي الجنسية، عربي الهوية، ويعشق الشرق. بدأ مشواره بتصميم الفساتين والأوت كوتور، لكن عينه لطالما كانت تتجه نحو الشرق. دمه العربي كان دائما يذكره بالعودة لأصوله وجذوره، حتى زار دبي ووقع في غرامها. لم يكن يعرف مدى عشق المرأة الإماراتية للموضة ومدى اطلاعها على أهم وأدق التفاصيل، حتى جاء لدبي واكتشف مدى الذوق العالي وخاصة في تفاصيل العباية. عندها قرر مسج ثقافته ووضع كل خبرته في مجال التصميم والتحول من الفستان إلى العباية، فخرج بمجموعة أورينتال سنو التي تجسد مسجه للحضارة الأوروبية مع ثقافتنا الشرقية. آدم، من السويد إلى الإمارات، بالأخص إلى دبي، قررت أنك أنت تبدأ في العبايات، ليش؟ في البداية ما كان موضوع كشغل، فلما أجيت هون أنا وشفت القابلية على الفاشن هون بالنسبة للمرأة الإماراتية، فلقيت أنه شيء جديد ممكن أنا بلش فيه، وحبيت يعني أنه شيء من حضارتنا، فقررت أني بلش بالعبايات. أصولك عربية طبعاً، أنت سوري، كيف هذا الشيء قدر يدعم هالموهبة اللي موجودة داخلك، وإنك أنت تروح لعالم التصميم وبالأخص اختيارك خط العبايات؟ أنا بالنسبة لي بظن يعني أنه الباكراوند تبع البني آدم بيأثر كتير عليه، فالوالدة كانت لما كانت صغير كانت تذكر أنه كانت تصمم، كانت تعمل فساتين، فأنا بظن هذا الشيء أثر فيني بالنسبة لما كبرت. فأنا بلشت صراحة بالهندسة، وبلشت أول سنة هندسة، هندسة معمارية، وبعدين بلشت شوي بالفاشن، فلقيت انه هذا الشيء انا بحبه، انا بدي اساوي هذا الشيء، فتركت الهندسه ودخلت مجال التصميم. لك وجهه نظر معينه في المراه الاماراتيه، شو هي؟ اكيد غالبيا انا شفت كثير انه عندهم ذوق اختيار الملابس. انا ما كنت متوقع هذا الشيء قبل ما اجي دبي صراحه، يعني بالنسبه لي كان المراه الاماراتيه بس تلبس عبايه شيء اسود وخلاص، بس لما اجيت هون تفاجأت كثير، وانه يعني في عندهم قابليه انه للانفتاح. سبب اختيارك لشيئين، اللولو ورسمه الحيه او السنيك الموجوده على العبايات ككل. رسمة الحية صراحة هي كلمسك تاتش، من كل ديزاينر طبعا له لمسة على السيجنتر على العباية تبعه، فأنا اخترتها لأنه طبعا احنا موجودين في صحراء رغم الحضارة كلها، بس احنا موجودين في صحراء، وبالنسبة لي الحية هي رمز للصحراء. وبالنسبة لإدخالك للولو؟ بالنسبة لإدخال اللولو حبيت أنه أكثر لون العباية شيء مميز أنه يلفت النظر، لأنه أنا بحب الشيء يكون سيمبل، يعني ما يكون كتير معجوق، ف
فاللولو كانت لمسة حلوة بتاعت العباية جاذب. سمعت عنك طبعاً وتعرفت عليك أكثر من خلال قعدتنا، لكن باقي شيء واحد أني أنا أتعرف فعلياً على المجموعة اللي احنا تكلمنا عنها، أشوفها قدامي، أشوفها على العارضة، وهذا كله بيتم في استوديو زعبي. أشوفك إن شاء الله هناك. إن شاء الله. إن شاء الله. شكراً. قريباً. شكراً كثير. مجموعة المصمم آدم أول مرة معنا في عباية والأول مرة في الإمارات. تابعوا. عودناكم دائما ان كاميرا عباية تتواجد في الاحداث